إذا كان ثمن استقالة عبد المهدي مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فكم هو ثمن البقية شلع قلع؟ اللهم احقن الدماء وتقبل الشهداء في جمعة النصر آت لا ريب. وما للظالمين من أنصار وما لهم من ناصرين. الوطن محكوم أربعة إرهاب، يمه للكلايف صاروا جوا التراب، والباقي مدنق خايف طيرة ترقاب. عجزهم تشن ملح ونحط بالصواب، خليها برقبته وخل تاريخه ينعاب. وين أهل المواقف من صكة والباب، ومن فزع شريف ظنه ما قد خاب. الشريف اللي ما تكتر ويسوق بالأسباب، من قال وحق حقك وحقي آني إلى طلاب. هذا كتابي في اليمين لظنهم لا لم يرد خياب. وتلك الأيام نداولها بين الناس ديلاب، وإن طالت إقامتهم سيغادر الركاب. واحد سيوسم بقبحه وبشر الصابرين بخير مآب. بعضهم لكثرة ما لعنهم العراقيون سيمسي لعنهم ركنا ضمن أركان تمام المواطنة، أو شعيرة، أو كإقامة الصلاة بإقامتها صلح بقية أمر مقيمها، ما يعني أن العقل الجمعي ذلك الذي يدعون غيابه وفق فقهاء الاجتماع في ظروف مماثلة بات ناقما وساخطا على الأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة والبرلمان، ولو التزم الصمت هنا أو هناك أو هنالك، بعد أن تجاوز مرحلة فقدان الثقة إلى أخرى متقدمة أهم ملامحها العراق ولي الدم. خيركم مسؤول عنه وآخر متهم به وآخر متورط. ماذا تنتظر من أهالي المغدورين وأنتم تجلسون على جثامين أبنائهم والبقية تتابع كيف يصبون الظلم صبا ذلك المصوب إلى رؤوس أهل الحق؟ ماذا تنتظر من أهالي المغدورين وأنتم تضعونهم في زاوية حرجة؟ وفعلتم وما زلتم الأفاعيل بخير الأرض وأهلها، بل ماذا يرجى من دولة لا يقام لها وزن ولا حرمة بين غربي وشرقي مقبل أو مغادر، لا يطرق بابا ولا يغلق خلفه باب لولا التحرير وشقيقات التحرير أخيرا. إذا جاء المجهول الذي ترهبون الناس به فأنتم أولى به، ألم يكن من صنيعكم؟ لماذا على العراقيين القبول بنصف تعديل وزاري أو نصف كابينة أو نصف استقالة، نصف تمثيل شعبي في البرلمان وفق قانون انتخابات جديد؟ ولماذا القبول بأنصاف الحلول؟ صدق من قال إن الحقوق تنتزع لا تمنح. فلا يخطرن ببالكم بأن من أوذي سيسكت، فراجعوا أنفسكم قبل أن يرجعوا الظالمين منكم إلى بطون أمهاتهم. فإذا كنا هاهنا نقول لأنفسنا يا ليتنا متنا قبل هذا وكنا نسيا منسيا، فماذا عنكم؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر شاشة قناة الفلوجة. لكن قبل هذا وذاك لابد لنا أن نقف أخيرا عند خطبة المرجعية الدينية ثم نعود لنتابع معا. إن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب، كما أنه مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيا للشعب، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي. فإن التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية
تعتسق في الدستور إن التسويف والمماطلة سيكلف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم عليه الجميع. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام معنا في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر شاشة قناة الفلوجة، والتي جاءت هذه المرة تحت العنوان الآتي الأخير تحديداً: استقالة عبد المهدي ماذا بعدها؟ نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة المحلل السياسي مناف الموسوي. أهلاً بك سيد مناف. أهلاً بك سيد وجميع متابعي ومشاهدي قناة الفلوجة. أهلاً بك سيد مناف. يعني يبدو أن السيد عادل عبد المهدي، واستجابة لما جاء في خطبة المرجعية الدينية أو انطلاقا من تلك الخطبة، وبعد ضغط شعبي كبير حقيقة سقط فيه الكثير من الشهداء كذلك الجرحى، وطبعا جاءت تلك الاستقالة أو تقدم باستقالته، وعندما حقيقة أيضا راجعنا مواد الدستور العراقي فيما يتعلق بتقديم الاستقالة، هناك من يرى بأن تلك الاستقالة جاءت وفق المادة 81 من الدستور العراقي، بالتالي يعني تأتي في إطارها الطبيعي. هناك من يرى بأنها جاءت وفق مواد دستورية أخرى، ربما 61 أو 64. كيف يمكن لنا أن نفهم ماذا بعد تلك الاستقالة، وهل تأتي في سياقها الدستوري والقانوني، وإلى من قدمت تلك الاستقالة؟ سيستردد، يعني أولا الاستقالة باعتقادي جاءت متأخرة، لكن أن تأتي الاستقالة متأخرة خير من أن لا تأتي. نعم كما تفضلتي، يعني كنا نتوقع ونتأمل من شخصية مثل شخصية السيد عادل عبد المهدي المعروفة بحكمتها، المعروفة يعني بتاريخها، المعروفة يعني ايضا بان الرجل معروف عنه بان استقالته في جيبه، وكان يتحدث دائما عن هذا المكان، هذا الموضوع. كنا نتامل يعني من اليوم الاول ربما من سقوط اول شهيد في هذه التظاهرات ان يكون هنالك تقديم الاستقاله. المهم يعني على ما يبدو أن هنالك ضغوطا كانت على السيد عادل عبد المهدي، يعني تمنعه أو يعني تريد أن تجعل من الخيارات العسكرية، أو تريد أن تطبق يعني نظرية استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين. ولكن بالنتيجة أعتقد أن يعني السيد عادل عبد المهدي وأيضا من كان يشير عليه من المكونات السياسية اصطدموا اليوم بواقع جديد في المشهد السياسي العراقي، بواقع جديد في المشهد التظاهري. اليوم المتظاهرون الذين قدموا نموذجا مختلفا ربما في أولا في عملية الخروج على الظلم فيما أطلق عليه المرجع الدين على السيد السيستاني حينما قال أو كما أطلق عليها المعركة الإصلاحية. اليوم خرج المواطنون في أغلب المحافظات العراقية يطالبون، ولكن بطريقة أنضج يعني من التظاهرات السابقة التي كانت دائما هي عبارة عن تظاهرات مطلبية، تظاهرات تطالب بالإصلاح، بمحاسبة الفاسدين، بتحسين مستوى المعيشي، بتحسين مستوى الاجتماعي، بتحسين البنية التحتية. اليوم ارتفع سقف المطالب ليصل إلى عملية تغيير شكل النظام. في الحقيقة بعض المكونات السياسية كانت تريد أن تدعي السيد عادل عبد المهدي وحكومته كأنما هو الوحيد في مواجهة التظاهرات أو في مواجهة الغضب الشعبي، وبالتالي يعني تحملت حكومة السيد عادل عبد المهدي أخطاء الفترة السابقة، أخطاء الحكومات السابقة، وبالتالي يعني كانت بعض المكونات السياسية تريد أن تلعب على هذا الوتر، وتريد أن تصور للمواطنين بأن يعني استقالة السيد عادل عبد المهدي معناه التحول من الدولة إلى اللا دولة. وهذا أيضا تحدث عنه السيد عادل عبد المهدي في خطابه الأول، كانت تتحدث
أن إذا ما ذهبت حكومة السيد عادل عبد المهدي ربما ندخل في الفوضى الخلاقة. والحقيقة أن بعض المكونات السياسية كانت تريد أن تحرف أن تنحرف التظاهرات عن مسارها وأن تتحول إلى عصيان مدني، حتى يعني تكون يكون استخدام القوة المفرطة بشكل قانوني، باعتبار أن المتظاهرين خرجوا عن السلمية وخرجوا عن الأطر القانونية والشرعية للتظاهرات. نعم كانت هنالك بعض المندسين، ربما حدثت بعض يعني حدثت بعض الانتهاكات، عملية حرق بعض المؤسسات الحكومية، ربما أيضا يعني حدث بعض التصادم ما بين يعني ما بين هؤلاء المتظاهرين وما بين القوات الأمنية. أيضا تم حرق قنصليات لدول مجاورة. يعني كل هذا لم يكن، يعني كل هذا كان لا يصب في صالح التظاهرات، لكن بالنتيجة هو أيضا عملية تصعيد في أداء التظاهر، في أداء المتظاهرين الذين بدأوا يسأمون عملية المماطلة، عملية التسويف، عملية محاولة استغلال الوقت من قبل المكونات السياسية. وليس بعيدا عنا اجتماع القوى السياسية والذي وما صدر عنه من إعطاء فرصة 45 يوم للحكومة لإجراء الإصلاحات، يعني بطريقة كانت يعني تشير إلى ابتعاد المكونات السياسية كليا عن ما يعني عن مطالبات الشارع، عن يعني إذن عن مشاكل الشارع، عن مشاكل. كيف يمكن أن نفهم تلك الاستقالة؟ ما تقدم به السيد عادل عبد المهدي، كيف يمكن لنا أن نفهمه هذه الاستقالة؟ يعني هي بداية التغيير أو بداية طريق الإصلاح بالنسبة للمتظاهرين بعد دعم أخير من المرجعية الدينية، أم هناك إطار آخر يعني تندرج ضمنه تلك الاستقالة؟ يعني بالتالي الأمر مناط بالبرلمان أم مناط برئاسة الجمهورية الموافقة على الاستقالة وسد ذلك الفراغ الذي لوح به السيد عادل عبد المهدي كما تفضلت، بالإضافة إلى بقية القوى السياسية الأخرى؟ لا، هو يعني خلص الاستقالة هي جاءت استجابة اليوم لخطوة المرجعية، والتي طالبت فيها البرلمان من إعادة النظر في يعني بما معنى بالحكومة التي كان هو سبب في إصدارها، في إشارة واضحة إلى أن هذا المطلب هو أصبح من أهم المطالب الجماهيرية، وعدم قدرة الحكومة على يعني التعامل مع الملف الأمني خلال فترة أكثر من شهرين، واستخدامها القوة المفرطة، ويعني سقوط هذا العدد الكبير حقيقة المرعب، يعني عدد ربما يصل اليوم إلى 500 شهيد، والحديث عن أكثر من 15,000 جريح. هذه أعداد يعني لا يفترض أنها تحدث في تظاهرات. الجميع يتحدث عنها بأنها قانونية دستورية، يتحدث عن المطالب بأنها مطالب مشروعة ومطالب حقيقية. وبالتالي إذا كانت هذه يعني التظاهرات هي قانونية ودستورية والمطالب مشروعة وهذا العدد الكبير يسقط، كيف إذا لم تكن المطالب مشروعة والتظاهرات غير قانونية؟ إذن كان هنالك خلل أشارت إليه المرجعية اليوم في إدارة الملف الأمني وعدم السيطرة على التظاهرات وحدوث. طيب هل يمكن يعني لنا أن نتفق هذا سيد مناف بأن القضية لا تنحصر بالسيد عادل عبد المهدي ولا بمنصب رئيس الوزراء، إنما تذهب إلى أبعد من ذلك بالنسبة على الأقل للمتظاهرين هذا اليوم؟ بالتأكيد تفضل. أنا قلت لك سيد سودة، قلت أن بعض المكونات كانت تريد أن تصور أن المشكلة هي بين الحكومة أو بين وبين المتظاهرين، وبالتالي تريد هي أن تكون طرفا ثالثا. طبعا المتظاهرون اليوم بدأوا يعون هذه المسألة، لذلك لاحظنا أن طلب يعني سقف المطالب نعم هو يبدأ باستقالة الحكومة، لكن ينتهي بتغيير شكل النظام السياسي. اليوم المطالبات الجماهيرية تتركز في ثلاث محاور رئيسية بعد استقالة الحكومة: تغيير القانون الانتخابي، تغيير المفوضية العليا للانتخابات، والتحول والدعوة إلى انتخابات مبكرة. بالنتيجة هذه الثلاث نقاط أو هذا المثلث من الممكن
أن يساهم مساهمة كبيرة في عملية رسم المشهد السياسي القادم، والذي يعني اليوم اللعب على هذه المنطقة من قبل المكونات السياسية. المكونات السياسية تريد أن تعطي كما تفضلتي أنصاف الحلول، أن تعطي أنصاف التنازلات. بالتأكيد هي لا تريد حتى هذه الأنصاف، يعني تتحايل كيف تحاول أن تبقي على مزيد من الامتيازات، خصوصا في عملية تغيير القانون الانتخابي اليوم، والذي يتحدث هذا القانون عن 50% للقوائم و 50% للترشيح المفرد او القوائم الصغيرة. حتى هذا يعني هذا الموضوع ايضا هم لا يريدون ان يمرروه بسهولة، ويريدون ان يماطلون، يريدون ان يراوغون، يريدون ان يستثمروا الوقت. احرجتهم الاستقاله ام كان متوقعا، يعني متوقعه تلك الاستقاله ام احرجتهم، يعني خاصه في ضوء الظروف التي جاءت يعني للسيد عادل عبد المهدي؟ الحقيقه سي السؤدد، كان هنالك الحديث والتسريب ربما من مقربين من السيد عادل عبد المهدي، ان السيد عادل عبد المهدي كان ينوي الاستقالة منذ الساعات الأولى، ولكن كان هنالك ضغط وحديث من بعض المكونات السياسية أن تقديمك الاستقالة اليوم معناه دخول العراق في اللا دولة والفوضى وإلى آخره من هذه المسميات، وكان الضغط أن يبقى إلى أن تصبح الأمور يعني قادرة أو قابلة. وهو تحدث يعني حتى قبل هذا الموضوع قال أن استقالتي موجودة، وكل ما أحتاجه هو أن تسعى المكونات السياسية إلى إيجاد بديل حتى لا يدخل البلد في فوضى. طبعا هذا يعني هذا العذر مع سقوط هذا العدد غير مقنع، يعني لا يمكن أن أقتنع أنا اليوم، يعني أنا خشية عن يعني عدم دخول البلد في فوضى، أنا أقبل بأن يعني أترك هذا الكم الهائل من الشهداء وهذا الكم الهائل من العوائل التي فقدت أبنائها، وبالتالي يعني أصبحت أزمة كبيرة وحقيقية. هذا التعامل الغير واقعي بالنتيجة، يعني حتى وإن لم يكن السيد عادل عبد المهدي مشترك به أو لم يكن ربما قابل بهذا الوضع، ولكن هو بالنتيجة حدث في فترة قيادته في فترة يعني استزارة كون قائد عام للقوات المسلحة، نعم قيادة الوزارة والجيش أيضا للقوات المسلحة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. إذن يعني في ظل هذا يعني في ظل هذه الخسائر، يعني اليوم هنالك الحديث يعني عن إشكالية كبيرة. فقدنا الكثير من أخواننا، من أحبائنا، من أصدقائنا، من أقاربنا، من أبناء بلدنا. يعني في موضوع كان يفترض أنه لا يحدث بهذا الشكل، وأن لا يتم التعامل عليه بهذه القسوة وبهذا يعني بهذا الشكل. المهم قلت لك أن يكون اليوم أن تقدم الاستقالة اليوم هي مسألة مهمة، لأنها بالنتيجة قد يعني تشعر المتظاهرين بأنهم استطاعوا أن يحققوا النقطة الأولى أو الخطوة الأولى من مطالبهم، وهي استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي. أيضا من الممكن أن تخفف الاحتقان، من الممكن أن تشعر المتظاهرين اليوم بأن الحكومة والمكونات السياسية بدأت تتعامل مع مطالبهم معاملة حقيقية، معاملة واقعية، معاملة فعلية، وأن زمن التسويف اليوم ربما يعني قد انتهى، وعلى الجميع أن يحرص على يعني العمل يعني بسرعة وبحذر وبواقعية في إنجاز ما تبقى، وهو تغيير قانون انتخابي وتغيير المفوضية العليا للانتخابات وتغيير يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة. لأننا يعني اليوم أمام تحدي كبير. المتظاهر اليوم نعم
يفرح بتقديم الاستقالة أو يفرح باستقالة الحكومة العراقية، لكن باعتقادي لن يعود هذا المتظاهر إذا لم تستكمل بقية المطالبات التي يطالب بها. واليوم احنا نريد أن نتحدث على تغيير حقيقي وواقعي وفعلي من خلال تغيير قانون انتخابي ومن خلال تغيير مفوضية، والتي قد تساهم مساهمة كبيرة وفعلية وواقعية في جذب الناخب العراقي، في جذب المواطن هل العراقي. هذا بالتالي يعني هذه الاستقالة أيضا سيد مناف يعني بالتالي ستحصن التظاهرات أم ستسهل من ركوب موجتها؟ يعني في ظل حقيقة كل يعني عمليات التخريب التي تجرى على يد مندسين، في ظل صدامات حدثت أخيرا بين متظاهرين وبين القوات الأمنية، أفضت تلك الصدامات إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوف كليهما حقيقة، وهذا يؤسفنا جدا، سواء في النجف، سواء في الناصرية، أو في بقية مدننا العراقية منذ بداية تشرين الأول أكتوبر وحتى هذه اللحظة، حتى الساعة. يعني هو قلنا لو كان هنالك استجابة حقيقية واقعية من المكونات السياسية مع بداية التظاهر لما حصل ما حصل، لما حدث ما حدث. ولكن يعني ايضا لو كانت هنالك استجابه واقعيه لنصائح المرجعيه، للخطه التي رسمتها المرجعيه الدينيه للخروج من هذه الاشكاليه باقل قدر ممكن كان من الخسائر، لكن لاحظنا هنالك تجاهل او هنالك مراوغه او هنالك تسويف من قبل بعض المكونات السياسيه وهي تتحدث يعني خارج ما ما يطالب به المتظاهرون، كأنها بعيدة في واقع آخر، أو كأنها كانت تريد أن تعطي هذه الرسالة أن على المتظاهرين أن يقبلوا بهذا التغيير الذي تحدثت عنه في بداية الحلقة، التغيير النصفي، يعني نصف الامتيازات، نصف المقاعد. بالتالي نصف سيحصنها للتظاهرات يعني هذه الاستقالة، يعني ستحصن التظاهرات أم ستسهل ركوب؟ ستحصن هذه التظاهرات، تعطيها دفعة للأمام، أم يعني ستسهل بالتالي ركوب موجتها من هذا الطرف أو ذاك؟ وكأن الأمر يعني مناط باستقالة السيد عادل عبد المهدي، لا فوق ذلك ولا أدنى. يعني إذا كان كل هذا الوقت وهذه الخسائر، يعني أعتذر منك السيد مناف فقط حتى من يتابعنا تمسي الصورة واضحة، إذا كان كل هذا الوقت وكل هذه الدماء حتى فقط نحظى بتقديم استقالة، لا ندري حتى هذه اللحظة إن كانت ستقبل تلك الاستقالة أم ترد، أم يعني سيستمر السيد عادل عبد المهدي بتصريف الأمور لحين إيجاد البديل. لكن يعني ماذا عن البقية إن كنا نتحدث عنهم شلع قلع أو تغيير في بنية النظام السياسي القائم؟ هو تغيير بنية النظام السياسي يعني تأتي من خلال ما تحدثنا عنه اليوم وما أكدت عليه المرجعية اليوم، وهو الإسراع في تغيير القانون الانتخابي، الإسراع في تغيير المفوضية والدعوة إلى انتخابات مبكرة. الدعوة إلى انتخابات المبكرة معناها عودة الكرة من الكتل السياسية اليوم اللي هي يعني تمسك بزمام الأمور والتي تتحدث عن أن دور الناخب ودور المتظاهر يعني ينتهي عند صناديق الاقتراع. اليوم المتظاهرين أعطوا يعني درسا جديدا في السياسة العراقية، وهو أن الناخب والمتظاهر والمواطن لا ينتهي دوره عند صناديق الاقتراع، وإنما يبقى مستمر ومحفز وقادر على أن يكون شريكا واقعيا فعليا في عملية صناعة القرار أو في عملية تغيير المشهد السياسي بشكل أو بآخر. بالتالي المكونات السياسية نعم لن يعني لا ترغب بهذا التغيير ولا ترغب يعني بهذا الموضوع، لكن اليوم النصائح أيضا كانت واضحة أن التسويف والمماطلة لن تأتي إلا بالخراب، ولن تأتي إلا ب يعني تصعيد الأداء التظاهري، ولن تأتي إلا بالمزيد من المشكلة من المشاكل ومن الفتن. حتى أن الحديث كان واضحا من قبل المرجعية أن الجميع ربما يندم على عدم الاستجابة السريعة أو يندن على الحلول الآن التي باعتقادي هي حلول واقعية ومقبولة، يعني حتى لا يرتفع سقف المطالب. اليوم الحديث عن إيجاد تغيير في شكل النظام، عن تقديم وجوه جديدة، عن
محاسبة الفاسدين الكبار وتخلي الأحزاب السياسية عن حمايتها لهؤلاء الفاسدين، عن محاولة إعادة الأموال التي سرقت من الشعب العراقي وإعادة بناء الدولة العراقية بشكل صحيح بما يتوافق والواقع الجديد. إذن يعني كل هذا الذي نتحدث عن يتوقف على مدى وجدية وتعامل المكونات السياسية، والذي أتوقعه أنا بأنها لن تستطيع اليوم أن تتلاعب أكثر بعد أن فقدت الورقة الرابحة الأكبر. لن نجد بالتالي خلاف على الكتلة الأكبر، يعني لن نعود إلى هذا المربع أو هذه الدائرة تحديدا، دائرة الكتلة الأكبر ومن هي الكتلة الأكبر وتفسير المحكمة الاتحادية أو الدستور للكتلة الأكبر وهي التي تتقدم بمرشح للوزارة. تفضل. قد تكون أحد السيناريوهات التي تحاول الأحزاب أيضا الاستفادة منها والتلاعب فيها وهو الحديث عن تقديم حكومة جديدة. باعتقاد اليوم تقديم أي حكومة في ظل يعني حكومة منتخبة تبقى إلى نهاية الفترة، أعتقد هذا لن يرغب به المتظاهر اليوم يريد الوصول إلى دعوة إلى انتخابات مبكرة. نعم. وبالتالي حكومة تصريف الأعمال أو حكومة طوارئ أيا ما كانت من الحكومتين بالنتيجة قد تكون كافية لاستمرار الضغط على المكونات السياسية للوصول إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وكل هذا يعني وفق جداول زمنية محددة ومعروفة آنفا. وبالتالي يعني إذا ما يعني حدث توافق، وأنا أتوقع هذا الموضوع ربما تحدث به سابقا، قلت انه اذا تم الاتفاق يعني اليوم الاستجابه بتقديم الاستقاله والاسراع بتنفيذ يعني تغيير القانون الانتخابي مع وضع جدول زمني كان يكون شهر او اقل او اكثر لتغيير المفوضيه العليا للانتخابات وبعدها الحديث عن انتخابات مبكره. طبعا الانتخابات المبكره يعني تحتاج الى فتره ربما من شهرين إلى 6 أشهر. نعم. بهذا المقدار، لكن بالنتيجة تصبح لدينا تواريخ واقعة. نعم. وواضحة ومعلومة من قبل المكونات السياسية، وتتابع هذه التواريخ من قبل الجماهير. وبالتالي أنا أعتقد أن يتم الدعوات مثلا إلى تظاهرة في الوقت الذي تنتهي به الفترات التي تحدد من قبل البرلمان في معالجة النقاط الثلاثة، يعني الإسراع بتغيير قانون انتخابي وتغيير المفوضية العليا للانتخابات، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات مبكرة للوصول إلى النقطة الأساسية والرئيسية والمهمة وهي دور المواطن. نعم. في الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة مشاركة فعلية وواقعية في الإسهام في إحداث تغيير حقيقي من خلال تقديم وجوه جديدة، وجوه كفوءة، وجوه تكنوقراط، وجوه وطنية بعيدا عن سلطة الأحزاب التي عاثت بالبلاد. نعم، لا 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 أتحدث عن يعني إلغاء هذه الأحزاب بشكل كبير. نعم. ولكن أتحدث عن تقليص نفوذها، تقليص امتيازاتها، تقليص استحواذها، الابتعاد عن الأعراف السيئة التي تم إنتاجها بعد 2003، والحديث لحد هذه اللحظة الكثير من الزعماء السياسيين يتحدثون عن أن ما حصلوا عليه هو استحقاق انتخابي. نريد أن ننتهي من هذه العبارة ونتحدث عن استحقاق وطني، استحقاق تكنوقراط، استحقاق مهني، بعيدا عن الاستحقاقات الحزبية. نعم. والتي لا تعمل إلا لمصلحة الحزب أو لمصلحة ربما سنفصل أكثر فيما يتعلق بالسقوف الزمنية. سيد منى، فقط أستميحك عذرا حقيقة لنرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية كذلك من بغداد العاصمة المحلل السياسي حيدر الموسوي. أهلا بك سيد حيدر. إذا تقديم السيد عادل عبد المهدي لاستقالته تعد البداية أم ستعود بنا يعني خطوة متقدمة أم ستعود بنا خطوة إلى الوراء؟ وما رأيك أيضا بمن يرى بأن الأحداث اليوم أو الوضع اليوم يشبه العراق 2003؟
نعم شكرا لك. يعني هو سبب تأخري للتغطية كان بسبب الاحتفالات الكبيرة في بغداد. لا بأس بذلك ما دام احتفالا بسبب فوز المنتخب العراقي. نعم طبعا احتفالا أفضل من ممارسات القتل والعنف وما شابهت بعض المحافظات، وإن كانوا قد ضيعوا علينا حقيقة يعني هذه الفرحة سواء في الناصرية، مدينة الناصرية، أو النجف، أو شقيقاتها البقية. نعم تفضل سيدي. نعم المشكلة نحن دائما يعني نتحدث عن المشكلة ونشخص المشكلة دون أن نتحدث عن الحلول. الحلول التي تطرح يعني حتى هذه اللحظة هي حلول قد تكون غير واقعية لأسباب كثيرة. أن النظام السياسي ما زال موجود والعملية السياسية موجودة. من هو الذي سوف يحل محل السيد عادل عبد المهدي؟ هذا الشخص الذي سوف يأتي بالتأكيد يفترض أن يخضع لتوافقات الكتل السياسية. يعني إن لم مثلا إن اعترضت الكتل الكردية على هذا الموضوع مشكلة، وإن اعترضت الكتل السنية أيضا مشكلة، وكذلك فيما بين الكتلتي الفتح وسائرون. الدعوة سائرون اليوم التي تتحدث عن حكومة تكنوقراط بعيدا عن التشكيلات السياسية، هذه الدعوة ربما لا تحصل على موافقة الآخرين من القوى السياسية. بالتالي نحن دخلنا أيضا في نفق جديد من الأزمة، وحتى الاحتجاجات قد لا تنتهي لمجرد رحيل السيد عادل عبد المهدي، على اعتبار أن أغلب الرؤى التي تطرح اليوم في ساحات الحراك الاحتجاجي لا تتحدث عن رحيل السيد عادل عبد المهدي بقدر ما تتحدث عن رحيل حتى البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. بالتالي هذه الأمور كلها تحتاج إلى رؤية واضحة والاستراتيجية مهمة تشارك فيها جميع القوى السياسية. على مستوى اللاواقعية واللامنطق رحيل كل الأحزاب، يعني البعض يتحدث عن خارطة سياسية بدون أحزاب. طيب من الذي إذن سوف يشكل السلطة أو البرلمان القادم عفوا؟ يعني هذه الرؤية هي قاصرة بصراحة. لا وجود لشيء اسمه التكنوقراط في قضية الحكومة الانتقالية، بقدر ما أن نحتاج إلى حكومة تصريف أعمال، وهذه الحكومة التصريف أعمال هي التي تأخذ على عاتقها إكمال أو استكمال موضوع قانون الانتخابات وقانون المفوضية الجديد وإقرار الموازنة. بالمناسبة يعني كيف من الممكن أن نتحدث عن إجراء انتخابات مبكرة بدون أن تكون لدينا أموال؟ هذه أيضا تحتاج إقرار موازنة من قبل تلك الحكومة، وأعتقد أن الحكومة المؤقتة أو ما شابه هي لا تمتلك هذه الصلاحيات، فضلا عن أن من هي الحكومة المؤقتة بالمناسبة؟ يعني هذا السؤال الذي يطرح نفسه، يعني عندما نتحدث عن حكومة تكنوقراط من الذي يأتي بهم؟ يعني الشارع الذي يأتي بهم، أي شارع هذا الذي يأتي بهم؟ الشارع المحتاج، الشارع ذات الأغلبية الموجودين في المساكن الذين ربما لم يشاركوا في الاحتجاجات، الشارع السني، الشارع الكردي، هذه كلها إشكاليات علينا نتحدث بلغة الأرقام، لا نتحدث بلغة العواطف. الأوطان لا تبنى بالعواطف. طيب ما رأيك بخارطة الطريق السيد عادل عبد المهدي التي طرحت يعني من المرجعية الدينية حتى الآن، والتي يعني ربط كثيرون بينما طرحت في خطبة المرجعية وبين استقالة السيد عادل عبد المهدي، وطبعا نص تلك الاستقالة يعني تحديدا النص الذي يعني جاءت في ضوئه تلك الاستقالة التي تم تداولها أو قدمت من قبل السيد عادل عبد المهدي، هذا يؤكد مرة أخرى على أن الدار المستأجرة القديمة والعباءة البالية في النجف هي التي أنتجت من خلال سطر معين رحيل حكومة السيد عادل عبد المهدي. هذه قضية جدا مهمة. يعني نعم مرجعية النجف قد لا تتدخل بالتسميات أو بالأشخاص أو بالكذا، لأنها أولا ليس من اختصاصها، كذلك في نفس الوقت هي مرجعية أبوية، هي تعتقد بأن خارطة الطريق التي طرحتها وكان يفترض بالقوى السياسية أن تبادر وتنسجم وتتناغم مع تلك الخارطة منذ بداية الاحتجاجات لما وصلنا إلى الأمور التي وصلنا إليها للأسف الشديد. قانون انتخابات عادل ومنصف يسمح لشرائح ونخب مستقلة أن تشارك في الانتخابات، ومن الممكن هذه الشرائح المستقلة يعني من الجميل أن تكون من قادة التظاهرات. يعني حان الوقت الآن أن تكون للتظاهرات ممثليات أو سفراء
سفراء أو قيادات، سميهم ما شئتم، من الضروري أن يتعرف الناس على شخصيات جديدة في المشهد السياسي. بالتالي عندما يكون هنالك إشراك كبير لقوة مستقلة جديدة، بالتأكيد القوى التقليدية الكلاسيكية من الممكن أن لا تحصل على ثقة الجماهير في الانتخابات القادمة عندما يكون هنالك مشاركة كبيرة من قبل الناخبين بعد أن تعاد طبعا الثقة بالعملية الانتخابية. نعم. هذا أمر طيب. مهم. دعنا الأمر سيد حيدر، مفوضية طيب. جديدة. نعم طيب، دعنا نبدأ من الاستقالة وننطلق في هذه التفصيلة. يعني إذا تقدم السيد عادل عبد المهدي باستقالته، ما الذي نحتاجه في البرلمان لتصبح تلك الاستقالة ماضية؟ وهل سنقف عند عقدة الكتلة الأكبر أو الكتلة الأكبر والتي من المفروض أن تتقدم بمرشح أو بديل للسيد عادل عبد المهدي، ومن ثم طبعا يعني ندخل في دواليب أخرى؟ يعني هذا الأمر جيد، يعني من الناحية الدستورية أعتقد أنه حتى لا يحتاج موافقة البرلمان، يعني هنالك رأي قانوني وأكيد أنه لا يحتاج موافقة البرلمان. نعم الرجل قال أنا سوف أقدمها إلى رئاسة البرلمان، وبالتالي البرلمان هو الذي سوف يسحب الثقة. هناك طريقين يعني من الناحية القانونية، لكن على الأفضل أن لا ندخل بإشكالية يعني الكتلة الأكبر، لأن هذه الكتلة الأكبر لن تتحقق بكل صراحة في داخل مجلس النواب نهائيا. هناك تقاطعات وهناك اختلافات بين القوى السياسية في هذا الموضوع، وإن كان هناك توافق على شخصية معينة يعني على الأقل تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة أو تحديد موعد للانتخابات كان يكون بعد 6 أشهر لا ضير. يعني من الممكن أن المحتجين عندما يرون هنالك لمسات حقيقية وهنالك أمور واضحة وتوقيتات مستمرة وجدولة زمنية سوف يثقون بهذه الإجراءات لحين الانتهاء من كل هذه الأمور. أما أن ندخل مشكلة جديدة، أن يقال السيد عادل عبد المهدي والكابينة كلها برمتها بالتأكيد، ما الذي سوف نذهب إليه؟ سوف نذهب طيب. إلى إشكالية يفضل الكتلة الأكبر يفضل السيد والتي ينبثق منها رئيس مجلس الوزراء الجديد. هل بإمكاننا أن نصادر منك بضع دقائق؟ نعم. يعني بما أنك انضممت إلينا يعني متأخرا، لنا أن نصادر بعض الدقائق لو سمحت لنقف عند التحرير. موفدنا إلى ساحة التحرير من بغداد العاصمة أحمد الحاج. أحمد، ماذا لديك يعني على خلفية ربما فوز منتخبنا الوطني؟ وهذه فرصة لنتقدم له بالتهنئة وللعراقيين جميعا بالتهنئة بذلك الفوز، وعلى ضوء أيضا تقديم السيد عادل عبد المهدي لاستقالته، ما هي الأصداء في التحرير؟ نعم، أسعد الله مساءك زميلتي سؤدد. اليوم هناك خطوتين في المشهد العام في التحرير، وهو المشهد الأول الخاص في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتلاه فوز المنتخب العراقي على الإمارات. هذا الأمر شاهدناه أدى إلى زيادة عددية كبيرة جدا في التحرير واحتفالات واسعة جدا، لكن المطالب ما زالت مستمرة وسقف المطالب ارتفع أكثر، سقف المطالب ارتفع أكثر مع هذه الاستقالة. حنطي الصوت والرأي للمواطن العراقي في ساحة التحرير. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا بس هو عن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفوز المنتخب اليوم، الأجواء اللي بالتحرير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك المنتخب العراقي الفوز. وثانيا استقالة عادل عبد المهدي، مو بس ما نريد بس استقالة عادل عبد المهدي، أريد البرلمان كله والأحزاب كلها تطلع. احنا نريد دولة رئيس واحد يحكمنا، ما يحكمنا كل الأحزاب العراقية. احنا ما نريد الأحزاب، احنا نريد واحد يحكمنا، حكم رئاسي واحد اللي يحكم، ما نريد أحد يحكم غيرنا. مو يجينا واحد من غير دولة جنسيته، من غير دولة، من غير دولة شال جنسيته جاي يحكمنا، ما يصير. احنا نريد جنسية على الوالدي. احنا مو دقيقة يا ولد.
البلد، احنا مو شيعة مو على المجالس نقول يا ليتنا كنا معكم، صح لو لا؟ لا لا والله جاوينكم، واحد بالمانيا واحد با... تعالوا يعني تعالوا اليوم ساحة التحرير اكو احتفالات، اكو رأي لساحة التحرير. اخي ساحة التحرير اليوم باستقالة رئيس الوزراء نزل سقف المطالب لا باقين لحين لحين اسقاط البرلمان والنظام نظام رئاسي، صح لو لا؟ زين احنا باقين. السلام عليكم. بس يا ولد يا ولد يا ولد انا احكي لك بس يا ولد، رحمه الوادي هو طلع امنا بالله راح سافر، راح يجي وراه من زباله اي حزب مري. بس اسمع بسمع بسمع اي حزب مري، اي حزب مري، واي واحد يلتزمنا بالحزب مري. يعني انا ولد شاب صار لي 25 يوم، صار لي 25 يوم 1000 وربع بجيبي، وهاي بطانية 1000 وربع، وانا ولا شاب يتنا بالشعب شو يوصلني بعد؟ اي والله مراه هسه اروح انام، ما عندي اروح للبيت، ما عندي ما عندي. هاك 500 عندنا جاب 500 بجيبه ونشتغل عماله، عماله نشتغل. وانا ابو دكتك احترقت، ها حرقوها حسنك، انا بالصفرة شمروها شمر. اي زعمتك قلت له شيل هذا المضروب، قلت له شيل هذا المضروب الولد شاب اللي ببطنه، ورحت جبته، رحت شوف عيني علي، رحت وديته المستشفى، رجعت كظمي. حياك الله، شكرا لك. عليكم السلام. اليوم شو المظاهرين فيما يضعف استاذي؟ الناس قافله، الناس قافله. احنا صار بيننا وبين هاي العصابه دم، قتلوا شبابنا، انقتلوا شبابنا يا ولد، يا ولد انقتلوا شبابنا، اولادنا وشبابنا انقتلوا. اللي قتلهم، اللي قتلهم مو داعشي، اللي قتلهم يقول احنا ننتمي للعراق، وانا عراقي. اللي قتلهم يقول انا عراقي. زين انت عراقي، تجي تجيبك شلابك تصوب مسدسك على راسي او تقتلني وانت عراقي؟ لا اجرك من يختك وأهاكمك هنا بساحة التحرير. والله صحيح. إذا عبد المهدي إذا باستقالة يروح كان بيجي شليم. كلهم يتحاكمون. بس عادل عبد المهدي استقال. اسمح لي عادل أحمد، ذلك يكفي إن كنت تسمعني. شكرا جزيلا لك بالتأكيد، ويعني لمن شاركنا هذه التغطية عبر شاشة قناة الفلوجة، يعني نعتذر عن بعض الكلمات حقيقة، ربما الحماسة تدفعنا نحن بالذات إلى التطرف حينا، إنسانيا لا أكثر بالتأكيد. عودة مرة أخرى إليك سيد حيدر، كنا قد توقفنا عند يفضل ألا ندخل في إشكالية الكتلة الأكبر ومرشحها لتلك الكتلة، هذا المفضل، لكن ما الذي يفرضه الواقع؟ يعني الواقع يقول بأن هنالك أزمة حقيقة، الناخب عفوا هنالك أزمة بين الحاكم والمحكوم. يعني هذا الذي نسمعه أن هنالك هذه عينات تعكس لدينا أن هنالك شارع ناقم محتج غاضب، هو لا يثق، هو لا يثق بجميع القوى السياسية، هو يأمل، هو يريد نظام رئاسي. يعني انظري إلى الكلام، يقول نحن نريد شخص فقط يحكم العراق، لا يريد البرلمان، وهذه مشكلة كبيرة. طبعا هاي نتيجة تراكمات 16 عام، نتيجة الفشل الحقيقي والانهيار الحقيقي على مستوى الخدمات والاقتصاد وغلاء المعيشة وغيرها من الأمور، وعلى السرقات والفساد المالي والإداري. بدأ المواطن لا يثق بالنخبة السياسية، هو لا يريد الأحزاب، وهذه مشكلة كبيرة بصراحة. نحن نعتقد بأن الوقت الحاضر هو الإسراع بالتصويت على قانون الانتخابات والمفوضية والاتفاق ما بين القوى السياسية، على اعتبار أن الحراك الموجود هو تهديد وجودي لكل الطبقة السياسية. يعني إن كانت تتخيل القوى السياسية أن التهديد كان يطيح فقط بحكومة السيد عادل عبد المهدي وشخص رئيس مجلس الوزراء، هو واهن. الدعوات تصل إلى رئاسة البرلمان وإلى رئاسة الجمهورية أيضا وإلى الجميع، هذه كرة النار تحرق الجميع. لذلك بتصوري أن حان الآن لاجتماع سريع وعاجل للكتل أو زعامات الكتل لإيجاد شخصية بديلة، ويتم الحديث بشفافية وبصدق عن تحديد موعد الانتخابات، يعني عن إعطاء مهلة
لهذه الحكومة، حكومة تصريف أعمال سميها ما شئتي، من أجل تسيير أمور البلاد لحين الذهاب للانتخابات، وبالتالي ما بعد الانتخابات تنتهي هاي الأمور، تأتي شخصيات معينة وتتشكل مرحلة جديدة في الحياة السياسية العراقية. هذا هو أصل هذه أصل الخارطة طبعا التي طرحتها أيضا المرجعية، قانون الانتخابات والذهاب إلى انتخابات نزيهة وحرة ومفوضية عادلة. من دون ذلك أعتقد أن الوضع سوف يستمر بأزمة وأزمة تلي أزمة، وتستمر تلك المشاكل ويستمر هذا العنف، رغم أن هنالك دعوات كبيرة من قبل المرجعية، نخب، شخصيات معينة، بأن يكون هنالك تشخيص حقيقي للمندسين المخربين الذين يقومون بالحرق وقطع الجسور، هذا غير مقبولين، وأن يحافظوا على سلمية الاحتجاجات وإطارها السلمي. نعم، على الأقل حتى لا نذهب باتجاه تلك المنزلقات كما تفضلت سيد حيدر، خاصة في ظل فسحة ربما الأمن في فترة سابقة. يعني أخطر المنزلقات سيد مناف الموسوي التي يعني من الممكن أن تحصل في الفترة المقبلة لا سامح الله إذا ما التزم أو تزمت صانع القرار العراقي برأيه؟ يعني أخطر المنزلقات هي الدخول في عملية صراع داخلي داخلي، أو كما يعني يطلق عليه البعض هو صراع شيعي شيعي، وأنا أتحدث هنا الصراع الشيعي الشيعي، وهو يعني صراع ما بين إرادات شعبية وما بين إرادات مكوناتية أو حزبية تمتلك يعني تمتلك القدرة والقوة العسكرية والمادية والاقتصادية في يعني في يعني في الدخول في هذا الموضوع، خصوصا وان بعض القوى يعني القوى السياسية الموجودة اليوم كانت تريد ان تنفذ هذا المشروع بوجود الحكومة على اساس شيطنة التظاهرات، على اساس إذن الخطر لا زال قائما، الخطر لا زال قائما بالتالي الى شيطنة التظاهرات. يعني بالتأكيد يعني بالتأكيد ربما الخطر اليوم أكثر يعني بالأمس كان الوضع واضح ومعروف، هنالك حكومة والحكومة مسؤولة عن حدوث أي مشكلة، حدوث أي متغير. اليوم الكرة يعني المكونات فقدت أهم درع صد أمامها وهي الحكومة، والكرة انتقلت بشكل كبير الى المكونات السياسيه. اليوم المكونات في مواجهه حقيقيه امام الشارع، هل تستطيع هذه المكونات ان تستوعب الموقف وان تتنازل عن ابراجها العاليه وان تعمل يعني وفق نصائح المرجعيه، والتي اعتقد انها تمثل صمام امان للخروج من هذه الازمه، أم أنها سوف تبقى تماطل وتسوف وتطول وبالتالي يعني مما قد يثير حفيظة المتظاهرين وقد يصعد الموضوع إلى يعني إلى 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 نقاط خطيرة. اليوم في الناصرية مثلا بعد حدوث الكارثة وبعد حدوث المجزرة التي حدثت في الناصرية يعني فقد النظام في هذه المحافظة، ولاحظنا خروج العشائر للسيطرة على الوضع. هذا نموذج نتمنى أن لا يتكرر، ونتمنى أن لا يعني أن لا نصل إلى مشاهد بهذا الشكل، مشاهد تمثل لا دولة، تمثل الفوضى، تمثل الدخول في يعني توضحت الصورة سيد بهذا الشكل بالنتيجة. نعم توضحت الصورة سيدي، أعتذر منك فقط لأن الوقت يعني يداهمنا. سيد حيدر كلمة أخيرة، ما الأرجح في الفترة المقبلة؟ يعني الحسم سيكون في البرلمان أم هناك حسم آخر سيرتئيه الشارع؟ لا، الحسم سوف يكون بالبرلمان بالتأكيد. يعني لازلنا نعيش يعني نأمل بالنظام السياسي وبالقوة السياسية أن تستجيب لخارطة المرجعية، نحن نعول على هذا الموضوع، وإلا في ظل السلاح المنفلت الموجود يعني نحن نخشى أن يتحول تلك المناطق إلى ليبيا ثانية بكل صراحة أقولها، وهذا هو أحد السيناريوهات
الذي لا سمح الله أن يتم في هذه المناطق، وبالتالي من الممكن أن يذهب العراق إلى التدويل وإلى التقسيم إلى الدولات الثلاث، لأن على اعتبار أن القوى الكردية وبعض المحافظات لا تريد أن تدخل بهذه الأزمة وبهذه المشكلة، مشكلة كبيرة والتصعيد خطير. لذلك نحن نراهن على عقلنة بعض الزعامات السياسية بالاتفاق مع بعض وجهات وشيوخ العشائر بالإيجاد خارطة طريق واضحة ومنطقية من الممكن أن تقنع بعض المحتجين، وأيضا في نفس الوقت أن يتبلور في الوقت الحاضر سفراء أو ممثلين أو قيادات عن المحتجين، لأن لا يمكن البقاء بهذه الطريقة بهذه الصورة، أن لا تسمي هذه التظاهرات أسماء معينة لأن تدخل في مفاوضات جدية حول مطالبها الحقيقية، وأن أن نمضي بتصحيح العملية السياسية كما وصفت بالمعركة الإصلاحية. أما عملية إسقاط النظام والدولة والعملية السياسية كلها برمتها في ظل السلاح المنفلت، نحن نذهب إلى ليبيا أخرى. توضحت الصورة. المحلل السياسي من بغداد العاصمة حيدر الموسوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. كذلك شكر موصول بدءا للكاتب والمحلل السياسي مناف الموسوي، شكرا لكما. لتعلموا يا أبطال أنتم معيار البطولة والبطولة تقاس بكم، التزموا الصبر فما النصر سوى صبر ساعة، ولا تكونوا معتدين ولا أول من يعتدي أو الثاني وحذار الثالث، ولا تردوا الاعتداء بمثله ولا تسمحوا للمعتدين بينكم، وكونوا عراقيين خالصين مخلصين مخلصين، فالدم لا يقود سوى إلى دم، والخير لا يأتي سوى بالنظير، لا تعتدوا على بشر أو حجر، ولا تكونوا وإلا تكونوا مثلهم، وكونوا عباد الله إخوانا، إن أرادوها فتنة فلا تكونوا أهلا لها ولا تتورطوا، ولتكن دائرتها عليهم، وكونوا ممن قدر فغفر، حديثنا لأنفسنا أولا وللبقية جميعا كافة، وافعلوا ما أنتم أهل له. وأما ما يرد على صفحات التواصل فلا سبيل لنا لعرضه هنا لاعتبارات أنتم أدرى بها منا وما يلحق بها من مسؤولية قانونية وأخلاقية، والتي لو فعلنا لهدم الصوامع وبيع، فكونوا منارا للهدى يهتدى به. دمتم بحفظ الله.